استهدفت مدفعية الجيش الوطني اجتماعا لقيادات تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم عناصر من الحرس الثوري الإيراني جنوب شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف. وأكد مصدر عسكري سقوط عدد من القيادات الحوثية بين قتيل وجريح، فيما شهدت عربات الميليشيا وهي تنقل عدد من الجرحى وسط حراسة مشددة. وفي السياق، شهدت جبهة الأغشاء معركة تمكن خلالها أبطال جيشنا الوطني من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية وتكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدة غارات تجمعات وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيا الانقلابية. قتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الانقلاب الحوثية في كمين محكم لأبطال الجيش الوطني في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء. وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش استدرجت مجاميع من العناصر الحوثية التي حاولت التقدم إلى مواقعها لتقع فريسة نيران أسلحتها التي حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريح. وأوضح المصدر أن مواجهات مستمرة تدور في جبهة نهم وصولا إلى محيط معسكر ماس، والتي تكبدت فيه الميليشيا خسائر كبيرة في محيطه. وأوضحت المصادر أن قوات الجيش طاردت عناصر الميليشيا التي فرت من أرض المعركة جراء بسالة الجيش الوطني في الاشتباكات التي استخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، مستهدفا مجاميع وتعزيزات الميليشيا الحوثية التي منيت بخسائر كبيرة في العتاد والأرواح. كبدت قوات الجيش الوطني ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد في جبهة الشامية شمال محافظة صعدة. وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي أن الجيش الوطني خاض معركة هي الأعنف منذ العام الماضي بعد إفشال محاولة تسلل لعناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه مواقع الجيش في جبهة الشامية وجبهة الربوعة. وأضاف العميد النويهي أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر ميليشيا، بينما لاذت البقية بالفرار. جددت ميليشيا الحوثي الانقلابية استهداف الأحياء السكنية في مديرية التحيتة جنوب الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة. وبيّنت مصادر محلية في التحيتة أن الأحياء السكنية في مركز المديرية تعرضت لقصف بقذائف الهون الثقيل وقذائف الار بي جي من ميليشيا الحوثي الانقلابية. وأضافت المصادر أن القصف الحوثي تزامن مع عمليات استهداف بالأسلحة المتوسطة الرشاشة بشكل هستيري، وقد أحدث خوفا ورعبا وهلعا في أوساط الأهالي مما قد ينذر بنزوحهم. وكانت القوات المشتركة قد رصدت يوم أمس 132 خرقا حوثيا للهدنة الأممية بالحديدة، ومن ضمنها عمليات استهداف وتسيير 5 طائرات استطلاع فوق مركز التحيتة. أصيب المواطن محمد مرشد سندي ذات 40 عاما برصاص قناصة مسلحي ميليشيا الحوثي المتمركزين في المرتفعات المطلة على مدينة حيس بالحديدة. وقال مصدر طبي في النقطة الطبية للواحدة عشر عمالقة إنهم استقبلوا المواطن محمد سندي مصابا بطلق ناري في الكتف. وأضاف أن المصاب تلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وجاءت هذه الجريمة بعد 4 أيام من جريمة مماثلة أقدمت عليها ميليشيا الحوثي، حيث أصيب مزارع برصاص مسلح الحوثي في منطقة الجاح أثناء أداء عمله في مزرعته، لتضاف إلى سجل جرائمها بحق المدنيين في الحديدة. انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام 2018 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري زرعتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران. وأوضح المركز أن مشروع مسام انتزع 38 لغما مضادة للأفراد و393 لغما مضادة للدبابات و1569 ذخيرة غير منفجرة و18 عبوة ناسفة، مشيرا إلى أن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 200,000 لغم زرعتها الميليشيا الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفائها بأشكال وألوان وطرق مختلفة. راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو بالإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.